بلال محمد عطية، بلعب في النادي الأهلي، مواليد 2008، من محافظة المنصورة. أنا مركزي مهاجم. أنا جيت النادي الأهلي عن طريق الاختبارات، واللي اختارني الكابتن ياسر ريان. الكابتن ياسر ريان لما اختارني قال لي أنت لعيب كويس وهتفضل معنا في النادي الأهلي. أنا لعبت 9 ماتشات وجبت 6 أهداف. بابا وماما بيقولوا لي إن أنا أحافظ على نفسي وما ألعبش كتير في الشارع ولا أي حاجة. تعلمت الروح واللي احنا نكسب على طول، المهارات واللي انا اجيب اهداف. انا باجي كل يوم في من المنصوره وبرجع في نفس اليوم. الكابتن عصام بيقول لي ان انا اجيب اهداف كتير واتحرك. انا بزعل لما بتغلب. انا لعبت الماتشات مع النادي الاهلي، ماتش واحد اللي انا خسرت فيه مع المقاولين. نفسي اكون زي الكابتن محمود الخطيب، بقعد احافظ على نفسي، ما بجريش كتير عشان ما اتعورش، وباكل كويس وبنام بدري. اما بشوف ماتشات الفريق الاول نفسي العب معاه. أنا نفسي أبقى زي كريستيانو رونالدو عشان هو مشهور والسرعة، عنده سرعة وقوة ومهارات. أنا في الوقت الفاضي بلعب بلاي ستيشن. أنا بشكر بابا على المجهود اللي هو عامله معايا، اللي هو بيجي معايا كل الطريق ده علشاني، وبشكر مامتي على تعبها معايا.